السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. من الوصفه ديال اليوم اللي غادي ندير هي بانا كوتا بالكاكي والكوكونات ميلك بالحليب ديال الكوك. المهم بقاو معايا باش نشوفوا المقادير ان شاء الله. اوكي، المهم خدينا الكوك زدت فيه انا 2 معالق ديال السنيده، وزدت فيه 2 معالق ونص ديال مايزينا. الشادي ديال الكوك فيه 400 مللتر كما تشوفوا، 400 مللتر. المهم نديرو فوق العافيات حتى تختار مزيان مع التحراك، مابقاش مايزينا تتكور لينا. تنبقاو مع التحراك حتى تختار. المهم من بعد درتهم في الكيسان، غادي نخليهم حتى تيبردو باش يتشد لينا هاد سميتو ديال الكوكونات، وغادي ديك الساعه غادي نزيدو فوقو لاصوص ديال الكاكي. غادي نطحنو الكاكي مع شويه ديال السنيده وغادي نزيدو فيه. المهم انا درت فيه، شديت الكاكي طحنتو مع شويه ديال السكر. المهم على حسب كاين اللي كيبغي يديرو بحال الشكل ديال هاد الكوكونات، غادي بحال الشكل ديال الباناكوتا يديرو فيه مايزينا ويجي قاد بحال هذا. كاين اللي تيبغي هكا يكون جاري، انا بالنسبه لي تنبغي هكا يكون جاري باش نهزو معلقه تنهز هذاك الباناكوتا من التحت تندخل معلقه تنهزو بجوج دقات هنا تيجي زوين هكا جاري. المهم على حسب، الا بغيتي يكون قاد تزيدي انتيا فيها، تزيدي فيه انتيا المايزينا على حسب القدر اللي بغيتي انتيا ديال الكيسان تزيدي مايزينا. المهم دابا غادي ندخلو الثلاجة وغادي نرجعو للشكل النهائي من بعد ان شاء الله. هانتوما كتشوفو معايا الباناكوتا ديالي، شديتها زوقتها بفريعة صغورين ديال الكاكي. تشوفو معايا نسلخ تاخد ترمي تدخل معلقة خلاص مزيان باش تاخد البيض وتهز معاه شوية ديال سميتو، تيجي واحد جامد وواحد تيجي شوية جاري. بزاف أغلبية تجي مع الكاكي، تجي مع المانجو، مع الفرامبواز، المهم كاع دوك توت البري كاع دوك كامل تجي معاهم. المهم نتمنى الفيديو ديالي يعجبكم، وتنتمنى ان شاء الله اللي ما اشتركش معايا يشترك، دير جيم، ولا كان اي نصيحة واي شيء تابعوني في التعليق ان شاء الله. شكرا لكم بزاف، نتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله.